امرأة الجليد. تتواجد في المناطق الثلجية وشهدت فقط خلال فصل الشتاء. امرأة الجليد هي امرأة عادية تم صنعها من قبل الرجال خلال فصل الشتاء. عندما يحدق رجل في الجليد يكون معلقا من السقف وينعكس فجأة. قد تظهر امرأة الجليد بعد ذلك بوقت قصير. انها امرأة عادية على الرغم من انها جميلة بشكل استثنائي، وهي متشابهة جدا في المظهر والسلوك مع يوكو أونا التي تعيش في نفس المناطق خلال فصل الشتاء. عندما تذوب الثلوج في فصل الشتاء ولا يمكن رؤية الجليد، تختفي امرأة الجليد مع الطقس البارد. التفاعلات. على الرغم من أصولها الجليدية، يمكن أن تكون امرأة الجليد ذات معنويات دافئة ومحبة للغاية. في الواقع العديد من قصص امرأة الجليد تضمن قصة وقعت في حب إنسان وتزوجته. هذه الزواجات دائما ما تنتهي بالمأساة. تغادر العروس الجميلة حتما عندما يحل الربيع تاركا زميلها مرتبكا ومحطما، وأي لقاءات مستقبلية في الشتاء التالي هذا لا ينتهي بشكل جيد لأي من الطرفين. الأساطير. هناك عدد لا يحصى من الحكايات عن امرأة الجليد تم العثور عليها في كل محافظة حيث يسقط الثلج، ولكل منها تطورها الفريد، ومع ذلك جميعها تقريبا متشابهة أو متطابقة حتى. سأذكر واحدة من هذه القصص. شاب عازب يحدق من نافذته في ليلة باردة ثلجية. جلس هناك معجبا بحزن المشهد الشتوي الجميل. تمنى في قلبه أن يجد زوجة جميلة مثل الزلاجات المتدلية. وفجأة سمع صوت طرقة على الباب وصوت يناديه صوت امرأة، وكان جميلا وواضحا مثل الثلج. عفوا، كنت أسافر على طوال هذا الطريق، لكن العاصفة الثلجية هنا أصبحت شديدة. لا يمكنني المضي قدما، هل يمكنني الإقامة في منزلك طوال الليل؟ قبل الشاب بالطبع، أي شاب سيرفض مثل هذا الطلب؟ وكان مسرورا لرؤية وجه المرأة الجميلة مثل صوتها. عمل بجد للتأكد من أن إقامتها ممتعة قدر الإمكان. بعد عدة شهور كانت المرأة لا زالت تقيم في المنزل. في الواقع وقعت في حب الشاب والشاب أيضا ونسيت رحلتها. لقد تزوجا وكانوا سعداء للغاية معا. في صباح أحد الأيام الربيع خرجت العروس الشابة الجميلة للتسوق. في تلك الليلة لم تعد. انتظر الشاب عودتها ليلة بعد ليلة. تابت الثلوج وتفتحت الأزهار وسرعان ما حل الربيع. سأل الشاب كل شخص إذا رأوا زوجته. لقد بحث فيها في كل مكان ولم يكن هناك أي أثر لها. مع مرور الوقت شفى قلب الشاب المكسور وتزوج من امرأة شابة من قريته. في الشتاء التالي أثناء عاصفة ثلجية وجد الشاب نفسه ينظر من النافذة إلى رقاقات الثلج. فجأة كان هناك طرق على الباب. كانت المرأة الجميلة من الشتاء السابق وقف خارج منزله. صدمت الشاب. كنت أبحث عنك كل يوم، ما معنى هذا؟ كيف يمكنك أن تختفي هكذا بدون أي كلمة؟ وانهار بالبكاء. أجابت المرأة، الناس لديهم ظروف، لكننا وعدنا أن نحب بعضنا البعض إلى الأبد. لقد قلت أن رابطنا كان طويلا وصلبا مثل رقاقات الثلج الجميلة المعلقة من سطحك، ومع ذلك تزوجت مرة أخرى. غادرت المرأة الجميلة المنزل مع نظرة الحزن على وجهها. ظهر صوت فجأة في البيت. كانت زوجته الجديدة تسأل عما يجري. فرد الشاب إنه لا شيء، أبقي في الداخل. وفجأة وقع انفجار صاخب تلاه صرخة بالقرب من مقدمة المنزل. ركضت الزوجة الجديدة إلى الباب الأمامي لمعرفة ما حدث. لتجد هناك كان زوجها كان ميتا. قطعة جليدية اختلقت المخ ساقطة من السقف. لايك شير سبسكرايب للقناة.